هتكون يوم 20 من الشهر الجاري. واضح كده ان في مشاكل في بتلوح في الافق ما بين منظمي هذا الحدث وهذه المباراه الهامه جدا. فاحنا عشان نقرب من الصوره كده ايه بدري بدري ونعرف الامور ماشيه ازاي، هنروح سريعا للاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير ونتكلم معاه بخصوص بعض الامور بشكل عام بخصوص الكره المصريه. يا ابو حميد مساء الخير. مساء الخير يا امير، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كويس؟ كله زي الفل. ايه موضوع ماتش السوبر؟ والله هو ما فيش مشكله كبيره قوي، على قد ما هي المشكله من هنا يعني من عندنا من مصر. نوضح بس للناس الامور ماشيه ازاي. تمام. هو الخلاف مش من دلوقتي، الخلاف من بدايه التعاقد على اقامه المباراه. انه اتحاد الكره لما اتفق مع مجلس ابو ظبي الرياضي ان هو يبيع تذاكر المباراه المقدره ب 3 مليون درهم تدخل لخزينه الاتحاد. الامر ده طبعا زعل شويه الشركه الراعيه. تمام. لما تواصلت مع المسؤولين في اتحاد الكوره قالوا انه العقد بيقول انه اتحاد الكوره من حقه تنظيم المباراه اختيار مكانها. الحاجه الثالثه التذاكر. حلو. قبل كده ممكن ده ما كانش بيحصل شويه او بتبقى الامور مرنه شويه، خصوصا ان كان في تعثرات كتير في الكوره المصريه. ويتبكر الشركه الراعيه ان هي تبقى صاحبه الحق في البث التلفزيوني وصاحبه الحق في الاعلانات الموجوده داخل الملعب. تمام. الامر ده طبعا افقد الشركه الراعيه مبلغ كبير جدا. بيعمل لها بيعظم مداخلها طبعا. فالامور تطورت شويه الى انه ده بدا يشتغل شويه لوحده وده بدا شويه لوحده. فالامور تطورت خلال الساعات الاخيره الى انه الموضوع اللي وصل لمجلس ابو ظبي ان في خلاف ان في مشكله في الاعلانات. ولكن يعني من عملت اتصالات من شويه انه الناس بتحاول تحل الامور وتلم المواضيع كلها بحيث ان المباراه تتلعب في ميعادها يوم 20 من الشهر الجاري. الطلبات عند كل طرف عباره عن ايه بالظبط عشان اوضح الامور للناس؟ يعني هو الطلبات انه الاعلانات بقى هتبقى انهي اليه للاعلانات اللي انت هتعملها، سواء الشركه الراعيه سواء هناك الجانب الاماراتي هيدخل اعلانات. ما هو اكيد المباراه مقامه على ارضه برضه. طبعا لازم يبقى في مداخيل هناك فهيدخل اعلانات. فهل ده بيتعارض مع الشركه الراعيه هنا؟ طب هل اتحاد الكوره هيبقى في صف مين مع مين؟ الامور هنا اتعقدت شويه. كل الاطراف بتوصل دلوقتي ان الشركه الراعيه بتطالب بحقوقها، اتحاد الكره بيلعب دلوقتي دور الوسيط ان هو يحل الامور يعني. بس كده. طب بس الامور يعني الامور في طريقها للحل يعني، ولا ممكن الازمه تتعقد مثلا ولا حاجه لا قدر الله يعني؟ شوف الامور في طريقها للحل. لانه المباراه يعني لازم تتلعب، التذاكر اتباعت بالظبط. ما ينفعش انت تاجلها بعد كده. مباراه السوبر لو تم تاجلها فهي اشبه بالالغاء، لانه انت خلاص هتدخل في مفرمه الدوري وتدخل في السوبر بتاع السنه دي اللي لسه ما اتلعبش، ده سوبر السنه اللي فاتت. فالامور هتتعقد اكتر ان انت لو ما لعبتش السوبر. هو الميزه الوحيده انه لو السوبر ما اتلعبش هتقدم شويه ماتش القمه اللي هو يوم 24. تمام. بحيث انه عشان يبقى في مسافه للاهلي والزمالك في بطوله الامم يعني دوري ابطال افريقيا. طيب بمناسبه ماتش القمه بتاع يوم 24، احنا النهارده عرفنا بشكل رسمي خلاص ان في خطابات اتبعتت من اتحاد الكره لناديي الاهلي والزمالك بيختاروا فيهم الانديه ان المباراه في ميعادها يوم 24 ومفيش اي مشاكل بخصوص هذه المباراه. انت معلوماتك هتكون عباره عن ايه بخصوص الجزئيه دي بالتحديد؟ وهل فعلا الماتش ممكن يتلعب ولا ممكن يتاجل؟ شوف، لا يوجد نيه لدى اتحاد الكره لتاجيل المباراه يوم 24. ولكن اذا اقيمت مباراه السوبر يوم 20 فمن خلال برضو معلوماتنا انه المباراه دي مش هتتلعب لسبب بسيط جدا. الماتشين الافريقيين اللي الاهلي لعبهم والزمالك كان الاهلي رايح يلعب انبي يوم 22 والزمالك هيلعب المصري يوم 23. تم تاجيلهم لمواجهات اسهل بكثير جدا من صن داونز والترجي اللي كانت موجوده في يوم 27 من الشهر، يعني بنفس المسافه الزمنيه هي هي. فلا، هو لو السوبر اتلعب المباراه تاجل سواء بقرار امني سواء اعتراضات من الانديه اعتقد ان هي هتتاجل يعني. طب ما في نيه للتاجيل، ليه اتحاد الكره بياكد على ميعادها يعني؟ لانه اتحاد الكره شبع تاجيلات، واتحاد الكره محتاج يخلص المسابقه بدري جدا. اللجنه اللي بتدير عايزه تسلم كل حاجه بص انا عايز اقول لك على حاجه، انه الاتحاد المصري حاليا بيخضع للوصايا من الاتحاد الدولي. طبعا. اللجنه التي تسير الاعمال هي لجنه معينه. معروف. من الاتحاد الدولي. فبالتالي هم جايين يخلصوا اجنده معينه. جدول اعمال بيخلصوه، من اهم بنود جدول الاعمال ان انا اسلمك الدوري والمسابقه تنتهي مع كل المسابقات اللي داخل القاره الافريقيه. بالزبط. بحيث ان انت تبدا، لانه احنا البلد الوحيد اللي كل سنه في مشكله في القيد، في عايزين نرحل شويه، عايزين ناجل، ده الدوري فيه مشاكل. فده من ضمن بنود اعمال ان هم عايزين ينهوها يعني. طيب الفار وصلنا فيه لحد فين؟
لا الفار لسه عليه كلام شويه، بنسبه كبيره مش هيبقى معديه في الدور الثاني، ما فيش حاجات مؤهله كتير، لا ال 54 حكم اللي هم مرشحين مؤهلين كلهم بنفس الموضوع، ان انت لو عندك اربع ماتشات في يوم واحد مستحيل ان انت تعمل الاربع ماتشات، لانه انت محتاج على الاقل في كل استاد 12 كاميرا، بتتكلم في 48 كاميرا، في مخرجين بطريقه معينه بتقنيات معينه عشان توصل للصوره اللي انت عايزها. فيا اما التجريب، بص الحته العمليه مش موجوده، يعني احنا ما جربناش الفار غير على ماتش الفاركو والبلديه ماتش تجريبي، لكن لا انت لازم عشان تجرب على ماتشات دوري، ماتشات رسميه يعني دوري ممتاز، يبقى عندك براح تبدا تعملها في فتره اعداد بين الموسمين مثلا، لكن في الوقت الحالي صعب. يعني صعب يبقى موجود في الدور الثاني زي ما برضو في تاكيدات من اتحاد الكوره. صعب يبدا بيه الدور الثاني، وده اللي براهن عليه من الاول جدا انه صعب يبقى موجود، عشان خاطر لو بدا الفار في الكره المصريه هيبقى فيه عوار كتير جدا ان احنا نطبقه، فممكن لو جازفه يعني يطبق في اخر اربع خمس جولات اللي يبقى فيهم حسم ونقاشات. طيب بمناسبه التحكيم والفار والامور دي يا احمد، موضوع ابراهيم نور الدين، لان بصراحه لحد امبارح تقريبا في ناس بتحلل هدف النادي الاهلي الثاني في مباراه بيراميدز، هل في جديد بخصوص مثلا حد بيتكلم ان يبقى في تحقيق مع ابراهيم نور الدين، ولا الامور ماشيه طبيعيه، ولا ايه الدنيا؟ بص عشان نخلص القصه دي والناس كلها تبقى نحط لها النقط على الحروف، لن يتم معاقبه ابراهيم نور الدين على الاطلاق، ان ما حكمش في الجوله دي هيحكم في الجوله اللي بعدها، نمره واحد. حلو. نمره اثنين، التقرير الخاص بالكابتن ابراهيم نور الدين، تقرير اللي هو ايه اشبه بمحضر الشرطه يعني. تمام. التقرير هنوضح حاجه بس للناس صغيره، انه ابراهيم نور الدين خلال احتساب الركله الركنيه اللي هي احتسبت للنادي الاهلي وجي منها الجون، كل الناس ومسؤولي نادي بيراميدز والمسؤولين في الاعلام بيتكلموا ان هي ضربه مرمى. تمام. ان هو شاور على ضربه مرمى وبعدين غيرها لضربه ركنيه، فده كان اعتراض لعيبه بيراميدز. لا، هو كابتن ابراهيم نور الدين اولا كان حاسبها ضربه جزاء لصالح كهربا، مش حاسبها ضربه مرمى، دي نمره واحد. نمره اثنين، الكابتن ابراهيم نور الدين في الماده الخامسه من لائحه الحكام هو شاور بايديه اليمين. تمام. طالما انت مشاور بايديه اليمين في 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 لغه الاشارات بالنسبه للحكام، ايدك اليمين يبقى انت مشاور ضربه جزاء، لو بايدك الشمال تبقى ضربه مرمى، فهو شاور بايديه اليمين، دي نمره اثنين. تمام. نمره ثلاثه، لما شاور بايديه اليمين احمد حسام طه الحكم المساعد فهم ان هو حسبها ضربه جزاء، فقال له في الجهاز اللي بيوصل بينهم، قال له لا، اللي طلع الكره المدافع. تمام. مش كهربا، لانه لو كهربا اذا المدافع لعب على رجل كهربا. لما قال له المدافع راح حسبها ضربه ركنيه. وبعديها هو ذكر في تقريره ان كل اللعيبه بتاعت بيراميدز خدت وضع الاستعداد للعب الضربه الركنيه بما فيهم المهدي سليمان رمى كره بره. بالظبط. اذا هو وضح الموضوع ده. الحاجه الثانيه كمان انه في التقرير بتاعه ادان هذه الاسماء نصا، وهذه الاسماء سيتم حرمان بعضها من دخول الملعب بفتره معينه. مين هم؟ لانه ذكر اسم المدير التنفيذي ممدوح عيد. تمام. ذكر اسم الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي. ان هم تلفظوا واتكلموا معاه باسلوب غير لائق، فدول كده هتبقى عقوبتهم ان هم ممنوعين من دخول بعض الماتشات. تمام. ده اللي هيطلع خلال اليومين ثلاثه اللي جايين. بالنسبه للكابتن محمود فتح الله مدرب الفرقه، برضه كتب ان هو تلفظ. احمد ايمن منصور انه طرد الاعتراض بعد الحصول على المدار الثاني وتلفظ. عندك جملة لعيبة كمان، علي جبر، وعلي جبر مكتوب محاولة على الاعتداء على الحكم، ودي هتبقى مشكلة كبيرة طبعا. عمر جابر، أحمد أيمن منصور قلناه، إسلام عيسى، اللعيبة كلها مكتوب قصادها في لائحة اتحاد لائحة الحكام في حاجة اسمها سلوك ماشين. سلوك الماشين ده عقوبته قد تصل لثمان ماتشات. فاعتقد هيبقى في عقوبات صعبه جدا هتصدر ضد الاسماء اللي انا قلتها لك دي خلال 48 ساعه. تمام. نتمنى ان الازمات والاعتراضات على الحكام تنتهي في ملاعبنا المصريه. يا احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف اللي اتكلمنا معاه.